لاباس عليك؟ بخير. اكرمك الله اختي. الله يبارك فيك استاذ. الله يجازيك. اللهم امين. لله عندي دكتور واحد المشكل مع وليداتي. اييه. واحد البنيته عندها العكس الزواج بزاف. ما لا يكثر لهاش الزواج. كيفاش ما تسيرش لها؟ تخطبات من قبل؟ اه صدق ما تخطبت ولي لا يتقدم. ما لا بحال لي ما لا تقبلش تكمل. اه مسكينة. لا اله الا الله. اه وش حمل مرة تخطبت تقريبا؟ بزاف جاو للدار وما لا تقدرش تكمل. بحال لي تزير عليها الحال بغي يخرج من الدار. ما عرفتش لا اله الا الله مسكينة. اه دكتور دعوا معاها يا رب. دكتور الله يرحم الوالدين يا رب. لا فاطمة اش درتي ولا لا ديتو عند الطبيب؟ ديتو عند شي واحد اللي يقدر يشوف من الحل ديالها النفسية؟ اش درتي ولا لا؟ واحد ما بديتها عند واحد الفقيه على الرقية الشرعية. اييه. زعما طلع عليها الرقية الشرعية وصافي وعزم لي على شي ما قال لها شربي. وصافي هي اللي جينا بحالنا من الدار هذا في النهار. صافي هي ما نامنش زعما نمشي هي عند الفقهاء ولا شي حاجه والو. ايه لا فاطمه. وين قرية القران استاذ؟ ايه قرا حفظ القران. تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يجازيك. تبارك الله. ودابا عند العكس الزواج بزاف. ما عرفتش عييت نحاول معاها عييت والو ما عرفتش. شنو العمر ديالها دابا حاليا؟ والله دابا تقريبا 30 عام. الله يكمل لها الرجاء يا رب. الله يكمل لها الرجاء لاله فاطمه. الله يعطيها القبول ويرفع عنا المانع يا ربي يا كريم في هذه الليله المباركه ليله الجمعه. نسال الله تعالى مع الصالحين والصالحات اللي في الاستماع. نطلب الله تعالى يرفع عنا كل مانعين ويدفع عنا كل عكس ويفتح لها ابواب التيسير وابواب الفرج. هذه ام لاله فاطمه من طنجه. ربما فلدة كبدها كتشوف 30 سنة زهرة ووردة. وهذا الزهرة والوردة لابد أنها تزرع في واحد الحق المعين باش تنبت وتعطي الدرية. وكتبان الأم كتبان لها بنتها حداها وكتشوف كتخاف قطار الحياة كيجري. وربما بنتها تبقى حداها. أكيد أن الأم كتشعر بواحد الحالة النفسية فيها ضغوطات. الله يحسن عوالنا والله يسمح لنا من الوالدين. لأن فاطمة قضية الزواج كما قلنا هو قسمة ونصيب ومكتوب. لكن بعض المرات كنلقاو بعض الفتيات كيجي الخاطب الاول والثاني وما كيكمل والو وهي كتزير. هنا كنقول بان هذه الحالة كاين فيها اشكال. غالبا الفتاة خصنا نسمعوا ليها. بنتي باش كتشعري؟ السؤال الاول ملي كتنعسي في المنام ديالك. السكانير هو الرؤى المنامية. كي كتناسي هذا الانسان اللي كيناس في المنام ديالو كيناس مرتاح كيناس كيذكر الله كيتوضا وكينعس وربما كيحلم احلام جميله ومشى للسوق ومشى للسينما وربما مشى بزاف ديال يتجول وكيفيق في الصباح بخير وعلى خير. وكل اللي كيناس ما كيشعر بوالو كيضرب بنعسه ما كيفيق حتى الصباح. وكي الله يحفظنا واياكم كيناس الليل كله هو كيتعذب. هو يا العقارب هالافاعي هالكلاب الضاله هو في صراع اشباح. كيفيق في الصباح هو متوتر كانه كان في سجن يعذب. هنا كنسولو الانسان باش كيشعر في الرؤى المناميه من خلال السرد ديالو كنعرفوا الحاله ديالو. واش هو يا عنده غير ضغط نفسي ولا عنده تلبس ولا عنده مس ولا عنده عين او غير ذلك. الانعكاس في الحياة الواقعية هو أن ديك البنت ملي كيخطب الإنسان المفروض أنها تكون فرحانة وكل وحدة كتمنى تزوج. ولكن ملي يجي للدار وترتفع الزغاريد ويقراوا الفاتحة تقول لك ما بغيتش كنطج. معنى هاد البنت عندها حالة نفسية غير طبيعية. الراقي اللي مشيتو لعندو لالة فاطمة الراقي راه ما كيدير والو. الراقي راه غير كيساعد راه مساعد. كيساعدك أنك يقرا واحد البركة ديال القرآن الكريم وكيعطيك واحد الماء في كلام الله تشرب منه غير مساعد. لكن الراقي الحاذق هو انه خاصو يغرس في نفس ذاك المريض اللي جا عنده يغرس فيه مجموعه مبادئ. اول حاجه غادي يحاول يعطيه مبادئ في العقيده تقويه العقيده. لان الانسان اللي كيمرض راه كتمرض مع العقيده.
وربنا عز وجل أمرنا بالإخلاص في العقيدة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب، فجددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال بقولكم لا إله إلا الله. رأى كل واحد منا رأى الأساس تاع القوة النفسية هي العقيدة. إلا عنده معتقد صحيح راه ما يدي منه الزمان والو، ولكن لكان المعتقد ضعيف متهلهل أي مصيبة كتصيبو كيتلف وكيطيح. الراقي الحاذق هو كيبدا يغرس في ذاك المريض قوة العقيدة، كيسولو علاقتك بالله كيف تنظر إلى حقيقة الابتلاء. غادي يلقى مسكين تالف، غادي يقول لك خصك تقوي أول حاجة ولدي أو بنتي العقيدة ديالك. بماذا؟ بقولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله. ثم كيقول لي واش كتصلي؟ إلا كان كيصلي بعد ما كتفاجئ بأن المريض تارك للصلاة، وغتقول لي راك أنت الآن باب مفتوح لجميع أنواع المشاكسات تاع الأرواح الخبيثة، لأن الصلاة حماية، الصلاة هي عصمة، الصلاة هي حصن حصين. فكنقول لي خصك تصلي، ولا كان كيصلي كنسولو ياك ما صلاتك على قد الحال، ما كتصليش في الوقت، ما كتصليش مع الجماعة، لا تخشع في صلاتك، لابد أن أقيم بناء الصلاة. بناء الصلاة خصو لابد يكون عنده هاد السارية قوية أنه صلاته هي فوق كل شيء إلا صلاتي. الصلاة في وقتها بخشوع واطمئنان. ثم بعد ذلك كنشوف النظرة ديالو للحياة، نظرته للحياة، للوجود، للكون، للمجتمع. كاين بعض الناس ما حاملش راسو وما حاملش المجتمع ديالو، ما حاملش الاسره وما حاملش الكون وما حامل حتى حاجه. خاصو مصالحه مع الذات، مصالحه مع النفس، مصالحه مع الخالق اللي كيقول لك انا ربي زاد لي بحال هكايا، اش ربي شافني انا من دون الناس؟ كيبدا يعاتب الخالق سبحانه وتعالى. هنا كنقول له لابد ان تصحح علاقتك مع الخالق اولا، ثم مع نفسك، ثم مع الاسره ومع المجتمع ومع الكون من حولك. ثم كنقول لي عليك بأنك أنت تقرأ القرآن. الرقية هي أنك أنت تحافظ على الصلاة في وقتها مع الورد القرآني صباحا ومساء مع الأذكار اللي غتواظب عليها طيلة اليوم. أش غادي يوقع؟ غتكون دخلتي إلى دائرة الإيمان، دخلتي إلى دائرة النور الرباني. غتضرب مجموعة عصافير بحجرة واحدة، غتشفى أكيد، الشفاء مضمون بأمر الله تعالى. الأمر الثاني غتدخل إلى رحاب الإيمان، غتعود من المؤمنين الذين شربوا روح الإيمان ورحيق الإيمان. والأمر الثالث غتعود من الأثرياء من حيث الأجر والثواب، لأنك دخلت إلى عالم الدين واليقين. وهكذا غيكون الإنسان بعد مدة، إذا وضب على هذه القضية بعد مدة لن يتجاوز 40 يوما، قانون 40 يوما ما يتجاوزوش، وغادي يعود في وضعية حسنة مباركة. لالا فاطمة الله يحفظ لك بنية ديالك، الله يعطيها القبول في الأرض وفي السماء، الله يقوي الإيمان ديالها وإيماننا جميعا، الله يجعلنا وإياها من المقيمين للصلاة في وقتها مع الجماعة، الله يرزقنا حلاوة الإيمان، الله يحققنا وإياكم بحقيقة التوحيد، حقيقة كلمة لا إله إلا الله، الله يرزقنا وإياكم المدد من عنده سبحانه وتعالى، وفي القريب العاجل يكرم البنية ديالك بعريس يكون من الفضلاء من الكرماء، يكون خير من كل ما تقدم من قبل. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم ارفع عنها كل مانع، اللهم ادفع عنها كل بلاء، اللهم اختر لها من عندك سيد الرجال، اللهم واسعد قلبها واجعلها من اهلك وخاصتك، اللهم امين يا رب يا كريم.